حنا ركبنا الدهر من وليتي كتقول الجواز الجواز، حنا ولادنا مرضوا ما بغينا نعرفوا شنو في هذا الجواز هذا اللي باغي انت تتاكد علينا، وحنايا علاش اللي غادي نلقحوا؟ بغينا نعرفوا واش هي اجباري ولا اختياري، وانا ملي كيمرض شي واحد ما كتجيوش تشوفوه، وخير بانوا لنا خاي مرض ليا باقي دابا نديكم تشوفوا خاي مريض باش منين دق ليبره ولا كيطيح وكتجي واحد الحاله وتتخرج له الكشكوشه. درنا به الطب قال لك كامل ما عنده والو، درنا به الرقيه قال لك ما عنده والو، ومن نهار ضرب ليبره هو اللور اللور. حنا بغينا نعرفوا واش باغين تقتلونا عرق بعرق؟ قولوها لنا، ضربونا برصاصات الرحمه وخليونا نتهناو. صراحه عينا، راه من 2000 من 2000 تقريبا وحنا تنعانيو تنطيحوا ونوضوا نطيحوا ونوضوا، ولكن داك الشيء كثر علينا الدق من كل جهه، فيما تزنا خوتي تلقاو الدق، وكنتمناو من الله ترحمونا كما تيقول لك ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء، الا ما رحمتوش اللي في الارض راه ما غيرحمكمش اللي في السماء، وهذا الشيء راه معروف اخوتي. وتنتمناو من الاخر انه شي حيد ديك العقليه الاستثماريه، راه ما تبقاش تفكر غير ربح راسك، راه حنا تقهرنا راه حنا ما بقى عندنا باش نشريو تاني كوشه اخوتي. وبكل صراحه راه ما تنكذبوش، راه فلوس كوشه ما عنديش، والله ما عندي فلوس كوشه، كما تيقول لك البحر امامكم والعدو وراءكم. خرجنا اخوتي بغينا نقلبوا على خدمه، بغينا نشقاو لقينا الزرواطه ما لقيناش اللي شاف فينا تشوفه، ولا عندنا المشاكل في وسط بيوتنا، ولات بنتك تقول لك اعطيني نشري كوشه كتقول لي ما عنديش، اليوم ما عنديش، غدا ما عنديش، بعدو ما عنديش، غنتحر. خصنا ننتحر اخوتي بكل صراحه، راه عينا وراه ما بقيناش قادين، وراه الدق علينا بزاف، ما دايرينش لينا فين تحركوا، وتيطلبوا منا شي حوايج اللي حنا ركبنا الدهر. كيفاش انت فيما تفيق من النعاس تريح تشرب قهوه تبقى تقول لي دق هذيك؟ شنو هي هذيك؟ اشرح لي شنو هي هذيك وشنو فيها؟ والحمد لله الناس كاع حلت الحدود وكاع الناس ولات تخرج وتحرك وتخدم، علاش حنا بالضبط قاطعين علينا الماء والضوء؟ دخل خرج دخل خرج دخل خرج، وحنا ماشي دوميات، راه حنا بنادم، وحلوا لنا نمشيو ندبروا على راسنا عباد الله، راه صافي راه ما بقى والو، راه حنا راه ما بقى عندنا حتى جد ريال، صافي تقهرنا حنايا، صافي صافي بكل صراحه راه وقفنا، راه ما بقاش عندنا والو، راه صافي وقفنا، ولينا كنريحوا وتنبكيو في ديورنا صاحبي، وتنتبيطقوا في وسط ديورنا، وكنناشدوا بجلاله الملك يشوف في هذا الشعب، راه حنا وليداته. وحنا تنموتوا عرق بعرق اصاحبي، واي واحد الكلمه زوينه صبرنا بها، راه عينا حنايا، وحنا ديما نبقاو غنقولوا غنديروا غنفعلوا، والوعود الكاذبه ديما، الوعود الكاذبه، كما تيقول لك الحلف غير ولف، راه غنديروا غنفعلوا غنتركوا غنكداو، كنشوفوا في الاخر كناكلوا العصا، وفين ما نهضروا ناكلوا العصا علاش؟ ضربونا برصاصات الرحمه وهنيونا صاحبي، ولادنا راه نجيبوهم ليكم. ديروهم كفته وعطيوهم السبوعة ولا دبروا راسكم معاهم، حيت حشومة هادشي هذا، ما بغى لا ربي لا عبدو. ارحموا ما في الأرض يرحموكم ما في السماء، وأنت كتقدم لي الزرواطة ما مقدم لي حتى حاجة، وأعطيني شي حل، وهي كتقول الخدمة كاينة، ورا البني تيقول لك واش عندك ديبلوم؟ مشينا نخدموا في البني قال لك عندك ديبلوم، واش البني فيه الديبلوم عباد الله؟ وتهز الطوبة خصك ديبلوم، والحماق بعينه هو هذا. مشينا الاعمال الشاقه ما قالوناش، وراه حنا تقهرنا، وتنقولوا الاخ النوش بركه بركه، راه عينا راه ما لقيناش شي حاجه، رحل رحل باش نبقاو معاك زويونين، انت بقيتي علينا بالوعود الكاذبه وديك العقليه الاستثماريه، راه وقفتينا كما كتقول غتربينا، ربيتينا ديال بصح، ماشي ديك التربيه ديال الوالدين، تربيتينا التربيه ديال بصح، ديال جوع كلبك غيعضك، ماشي هكا كما تيقولك المثل المغربي، جوع كلبك يعضك، امشي جوع كلبك يتبعك. الحمد لله حنا ماشي كلاب، حنا بشرفنا عايشين وبكرامتنا وعندنا عائله تنخدموا عليها، ولا بنا لك حنا كلاب وحاشا واش نكونوا حنا كلاب، وحنا راه ربي شاد علينا، وكندعيوك الله تندعيوك الله، حيت انت سببنا في هذه المعاناه ديالنا اللي حنا ما لاقيين حتى ما ناكلو. وديروا بحال الناس اصاحبي، الحدود كلها تحلات، الناس خدامه، الناس كتقلب على الشعب ديالها فين يجيب واحد طريف ديال الخبز الحلال، وحنا تنخرجوا تيقول لك دخل دخل دخل، وحنا دخلنا شنو درتوا بديك الدخله؟
انتوما كلكم الله يسهل عليكم كل شيء يدير، ولكن بركة اخويا بركة، بنادم يشم يدو ويشبع شوية، انتوما ما كتشبعوش صاحبي، عقلية عندكم ديال الفيران، جمع الكاغيط، هادشي راه ما خدامش اخوتي، راه حنا اللي كتجي فينا، إلا كنتي نتايا غني راه فقرتيني أنا، بيع أنايا تفقرتيني باش تغنيتي نتايا، ما عندي تا كوميرة في داري، وعباد الله راه ما عندي تا كوميرة في داري، واللي مشى معايا للثلاجة، وإلا لقى مطيشة الدور، وتصور، وما نكذبش عليكم أخوتي كنجيبو رايبي، وتنخويوه في الطباصل، وكنبداو نغمسو. وكنجيبو كوكا ونخوها في الطباصل ونقولو لولادنا غمسو، هذا عصر اخ النوش، هذا عصر الفلوس، كما تيقول لك اخ ناتوش ولا فلوس ولا شي يقولوا لك، وسير بعد منا حنا راه ولينا تنخويو ضالون وتنغمسو، وما تنكذبش عليكم اخوتك، بغيت ندير لكم شي فيديو بلا تنخوي كوكا في الطبصيل وناكلوها، ندير لكم فيديو وكنمشيو نجيبو دانون، وإلا جا شي واحد لعندي في العائلة تنجيب يوغو، يوغو كنخويه في الطبصيل وكنقول له غمس، راه ما عنديش الفلوس وعمي الجوع، وكيمشي بنادم وكيبدا يضحك عليا، ولكن ماشي المشكل ديالي، أنا عندي 100 ريال مشيت جبت بيها منعش وخويته في الطبصيل وبديت تنغمش، أنت حط حولي وما كتاكلوش، وعلاش الظلم هذا؟ هذا ظلم هذا. هذا جريمه في حقي انا، انا ولادي راه كيبكيو، واش الزيت الزيت يا عباد الله شباب وخدامين، هو حق ربي ما يكذبش عليك شي الزيت، الزيت ولا تتهزو مراتك بليبره ديال التلقيح وكدير في ليبره نص الزيت وكتخويه باش حنا تدوز لنا البوديزه شهر، والبوطه اللي كتقول انت البوطه دايره 90 درهم وكتساهم معانا فيها، وراه في خبارك شحال البوطة تنقصات من الكيلوات، وكانت كتوزن 11 كيلو ولا تتوزن 3 كيلو عباد الله، وراكم سرقتو من الغاز، واخا تتعطيو الفلوس راه كتسرقو من الغاز عباد الله، وهذا الشيء هذا راه ماشي معقول، والبوطة ما كتدوز حتى 3 ايام وتقول لي فيها 7 كيلو، كي داير هاد 7 كيلو؟ وراه عندك الميزان عبرها وكتسرقو من الغاز، ولي تنزلي بحال ليبرة، وراه هذا الشيء اخوتي. وراه هاد الشيء اخوتي الناس لي كومونتير سير تخدم شنو؟ الخدمة اخوتي وعيط ليا نمشي نخدم عباد الله ونمشي غير نشد الدبان وهي الخدمة ديوني غير نشد الدبان ديوني غير نشد الدبان مشو وما تعطيوني والو جيبوا لي قفتي فلوس كلوها القاشطي ديالي جيبوه ليا وريني انت هاد الخدمة هادي شي شركة وريها ليا والبني ولا بالدبلومات اخوتي فهمتيني واش انت خدام ولا لا فهمتيني والدبلوم وبالفلوس والبني بالفلوس والدب بالفلوس وانا ماشي نخدم على راسي انا فهمتيني راه حنا عينا قولها له هذا الشيء كون كنت تخدم على راسه الا عندك شي شركه ونخدم له 06 79 28 01 60 السلاوي بغيتيني نخدم معاك مرحبا بك كما تيقول لك المثل المغربي جمع خراهم وما تسعاهم حنا الخرا ما لقيناش باش نجمعوه ليكوش ما عندناش عباد الله باش نشريوهم واللي كذبني يمشي معايا لداري وتنقول لك قاعد بياس خويت امو من الدار وما بقات عندي تا صنداله ما نلبس الا خرجتها ب 10 دراهم وراه عينا وبقى الدار ريبوها ونبيعوا الحديد اللي فيها باش انت ترتاح وحشومه على الكوعار وبركه وحيد العقليه الاستثماريه ولا بغيتي الربح وسير عند الناس للعاقه وما حنا راه عريتونا وبقى يسراو لنا تعيدوهم لينا راه عريتونا وسراو لنا عيطوهم لنا ما يستاهلش العقليه استثماريه ما خداماش لنا خصنا شي واحد يكون عنده الحكمه وسياسي وانت كتهضر معانا صاحبي ولد السوق ودق هاديك وانت عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ عوقتي لي يا ولادي الله ياخذ فيك الحق قتلتي لي يا ولادي والله ما نسمح لك بالله والله ما نسمح لك
وانا نطلق في هذا العام ان شاء الله طريقك انت وغنمشي نموت وغنمشي عومه للصبليون شرتينا الله يلقيها لك وانا بلا غدا وتشبكتها مع المراه هاد جيت ما عندي باش نشري لها فطار الاول شهرين وانا تنقلب على الخدمه فلوس الطوبيس ما بغيتش نلقى باش نمشي باش انت دير لي العاقه ها وحنا حاسقين حشومه ورا اليوم الدنيا وغدا الاخره راه راه ما تتبقى تلعب هاي باش تعرف راه بفلوسك برزقك راه حتى حاجه شرتيني شرتيني والدي يا ولادي الثلاجه بعتها بعت كل شيء ما بقى عندي حتى حاجه خوتي وديتهم لدارنا ونوريكم وديما شابكه مع المراه فين ما ندخل الدار نبغي نرتاح نوض جيب لي ما ناكل نوض جيب لي ما ناكل كنخرج ما تلقى حتى حاجه تلقى حتى حاجه وانا صحراوي ما تنسرقش وماشي من دمي نسرق وتصور تنقول لك تنجيبو ضالون ونخويوه في الطبسيل ونغمسوه عباد الله تنشريو قلعه كوكه دي طلع ونخويوها ونغمسو وتنقولوا الحمد لله ولكن ماشي الحمد لله نتوما سببنا في هذه المعاناه هذه نتوما السبب ديالنا وإلا بغيت ندير لكم فيديو هذه الشلابيه جمعتوا يا ولاد الحرام ربع الشلابيه واحد تيضرب واحد تيكوي واحد تيبخ والله ياخذ فيكم الحق شي تيكوي شي تيبخ يا ولاد الحرام وحنا راه عريتونا وبقى يسراونا تحيدوهم لينا ولا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الناس واخر كلمه الاخ النوس ارحل ارحل ورحنا نبقى نطيبوا صبابتنا وغناكلوهم صافي والله الا هاد الايام تنفكر نطيب صباطي وناكلو ما لقيتش ما نقصها عباد الله والله يرحم الوالدين يرحل اخا خنوش وتهلا وسي الله يعاونك ديك العقليه الاستثماريه سير في علاش حنا راه ما بغيناكش ترحل بالعربيه حنا بغيناك تحاسب حيت هاد الشيء ماشي ديال الرحل ديال التحاسب او كيفاش انت صاحبي في القائمه وحنا تحت الصباطه في كاينين ما كايناش يرحل اخوتك ارحل راه ما كايناش حنا بغينا لديك العاقه منين جاتك ملي جاتك ديك الفلوس اصاحبي وحنا راه فقرتينا صاحبي ولا لا اله الا الله راه صوتنا مشى صاحبي والله ما بغيناك ترحل بغيناك تحاسب وكنتمناو مشي نزيه شي مسؤول يكون نزيه ويزبط معاك لاسيك شي واحد اللي يزبط معاك لاسيك وراه قهرتينا والله ياخذ فيك الحق يا خنوس وراه ديال الغدر عليك ارحل ارحل وسي الله يعاونك ما عندنا ما نديرو بك وانا راه ما عندي باش نشري تاكوشة ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.